ممدوح رمزي، اهلا وسهلا بيك في التلفزيون اليوم السابع. اهلا بيك. تحب تعرف النهارده المؤتمر وخصوص ايه؟ المؤتمر يعني اللي احنا فيه دلوقتي. احنا موجودين هنا عشان ايه؟ عشان نكرس فكره الدوله المدنيه. نحن لا نعني شخص شفيق بذاته بقدر ما نعني الدوله المدنيه. الواقع يا سيدي يقول ان هناك صراع بين الدولة المصرية بهويتها المدنية وبين دولة الإخوان المسلمين. إما أن تكون دولة مدنية تدفع إلى الأمام وإلى التقدم، وإما أن ترتد إلى الخلف مئات السنين بدولة يكرسون فيها للخلافة التي تعني ولاية الفقيه، أن يكون المرشد هو القائد الفعلي، وأن مرسي ما هو إلا أداة يحركها المرشد، مثل ما يحدث في إيران. خامنئي هو القائد الحقيقي، وأحمد نجاد صورة لهذا النظام. هذا هو ما تنتهي إليه هذه الدولة، حتى أنهم أطلقوا عليها الولايات المتحدة الإسلامية وعاصمتها القدس. إذن هناك اتجاه لتدين الدولة، مع أنه أجمل ما يميز مصر التنوع الثقافي والتنوع الديني فيها بين الأقباط واليهود والمسلمين، تجمع الثلاث ديانات، لكن هم يريدون أن يكسروها، يريدون إحلال الحل والعقد ليكرسوا فكرة الخلافة، وهذا قد يدفع أو قد يستدعي فكرة التقسيم التي قال عنها مشروع روجرز في أول السبعينات، أن تقسم مصر إلى ثلاث دويلات: دولة نوبية في أقصى الجنوب، ودولة مسيحية في الجنوب، ودولة إسلامية في الشمال. نحن لا نبغي ذلك ولا قدر الله، ونحن لا نسعى إلى تقسيم مصر بقدر ما نسعى إلى إبراز الهوية المصرية بشكلها المدني، حتى أن الإسلام بطبيعة الحال لا يعرف نظام الدولة الدينية. فلماذا كل هذا؟ ولماذا الإصرار على إسلامة مصر؟ لماذا التمييز بين الأديان؟ حتى أنهم طلبوا تعديل المادة الثانية، لغوا المبادئ وقالوا الشريعة الإسلامية، ونحن نريد مبادئ الشريعة الإسلامية وكافة الشرائع السماوية ومبادئ حقوق الإنسان هي المصادر الرئيسية للتشريع. بيقولوا ان في بعض الكنائس هترشح دكتور مرسي، وفي بعض الشخصيات المشهورة زي الأنبا ماكسيموس، تقول ايه؟ لا، هو الأنبا ماكسيموس تعني ماكسيموس المؤطم. لا هذا مرفوض، وهو لا يمثل المسيحية في شيء، انما ما فعله ماكسيموس هو خروج على الكنيسة الأرثوذكسية بوضعها الحالي وبوطنيتها المتقدة وبوضعها التاريخي في المنطقة منذ دخول المسيحية مصر منذ أكثر من 2000 عام. يعني حضرتك بتقول وتوجه رسالة إيه للي عايزين ينتخبوا دكتور مرسي من الأقباط؟ أوجه له رسالة: يا سيدي، نحن ضد الدولة الدينية، نحن نرفض الفكر الديني المتطرف والمتعصب، نحن نريد دولة مدنية بمرجعية دستورية. بعد إذنكم يا جماعة، يا ريت لحظة مش فاضي، ما حبكش دلوقتي يعني. نحن نريد دولة، أهلا وسهلا، نحن نريد دولة مدنية بمرجعية دستورية، نحن لا نريد دولة بمرجعية دينية. شكرا ليك في تلفزيون اليوم السابع. أهلا بك.